السلام عليكم متتبعيني الاعزاء، نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم هاد الفطائر بالعجينه المورقه، نصيبوها في الدار بطريقه سهله وفيها واحد البنه زوينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. طريقه سهله وما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وفي نفس الوقت نقدر نوجدوها هنا في الدار بلا ما نشريوها. هانتوما كيف كتشوفوا، راه كتجي زوينه، كتجي مورقه وحتى بنينه. انا درت لها واحد الحشوه اللي هي سهله، داكشي اللي عندي متوفر في الدار. وانتم هي كتحكموا في بغيتو تعمروها هكايا بحشوه طايبه، بغيتو دير غير المايس مع شويه ديال الطون، بغيتو دير شويه ديال الزيتون مع جبن، المهم الحاجه اللي متوفره عندك في الدار تقدري تعمريها بهم. صراحه راه كيجيو شهوه، وهاد العجينه كتجي صراحه الله مورقه، وكتجي فيها واحد البنه ومقرمشه من داك الشرفي. نتمنى هاد الفكره تعجبكم والطريقه حتى هي تعجبكم، لا من البنه ديالها ولا من الشكل ديالها، وسهله ودغيا توجديها في الدار. وغندوزو بسم الله المقادير. هنا كيف كتشوفوا انا عندي هاد البواطه ديال الزبده، هي نورمالمون هنا كديري نص ربعه ديال الزبده. انا القياس ما درتش القياس ديال نص ربعه كامل، درت غير شويه لانه كنا حنا غير ثلاثه ديال الناس، قلت ما غاديش نكثر فيها، كنبغي الحاجه نصوبها ديك الساعه باش تكال. كيف شفتوا انا درت هذه الكميه ديال الزبده، وغنزيد معاها تقريبا جوج كيسان ديال الدقيق اللي غادي نزيد معاها، ودرتهم هنايا في الهاشوار. اللي عند الماكينه راه ديرهم في الماكينه، اللي عندها الهاشوار كوير غديرهم فيه. انا هكايا في الهاشوار سهل عليا. بعد ما تخلطت الزبده مع داك الدقيق كيف كتشوفوا فيها، هي ولات مبسبسه. هانتوما كيف كتشوفوا الزبده دخلت مع الدقيق مزيان، حتى ولات بحال هكايا بحال الشكل ديال السكسو. وغادي نخويها هنايا في واحد طبصيل او بانيو او اي حاجه عندك. هنا غادي ناخذ زلافه فين غادي نخلط داك الخليط باش غادي نجمع العجينه ديالنا. غادي ندير واحد بيضه كامله كيف كتشوفوا، بيضه تكون متلجه، يعني تكون خارجه من الثلاجه، بايته في الثلاجه. كيف قلت لكم حتى الزبده تكون حتى هي بارده، حتى لقيتو الدقيق حتى هو يكون بارد، لان كل شيء في هذا السر ديال هذه العجينه باش تنجح خص كل شيء يكون بارد. وهنايا جوج معالق ديال الخل، وغنزيد جوج معالق ديال زيت العود حتى هي. كيف قلت لكم راه باش ما كانوا المقادير ديالها باردين باش ما كتصدق هاد العجينه. وغنزيد هنايا واحد شويه ديال الثومه بودر. الا كنتو غديروا العجينه حلوه ما ديروش هنا شويه الملحه، ما ديروش الملحه كثيره، وما ديروش هادشي اللي غادي ندير انا دابا. غديروا شويه ديال السكر بلاصه ديروا نيت الزيت والخل، ولكن ما ديروش الثومه والبزار والملحه، كديروا في بلاصتهم السكر ولا العسل. هنايا كيف كتشوفوا غادي ندير شويه ديال الثومه بودر، لانه انا غادي نديرهم مالحين يعني ماشي حلوين. وغندير واحد معلقه صغيره ديال الخماره حمراء كيف كتشوفوا حتى هي. هذا هو ما باش غادي نعجنها الخليط، باش غادي نعجنها باش غادي نجمعها. ونزيد شويه ديال البزار حتى هويا. هنا كيف قلت لكم بالنسبه لهاد المقادير اللي درت هنايا، راه الا كانت العجينه مالحه، اما الا كانت حلوه راه كنديروا فيها شويه ديال العسل وشويه ديال السكر، وهنايا شويه ديال الماء. وهاد الماء كيف قلت لكم خصو يكون من الاحسن يكون بارد، يكون بارد مزيان، يعني باش ما كان الماء بارد مزيان وكان البيض بارد وكانت الزبده بارده كتصدق هاد العجينه مزيان. من بين الاسرار ديالها باش كتصدق انه كلشي يكون بارد، كلشي من الثلاجه. بعد ما خلطت داك الخليط كيف كتشوفوا كامل، غنجيب دابا واحد الاناء باش غنخوي فيه داك الخليط ديالنا. كيف كتشوفوا هنا العجينه انا راه ما تنعجنوش، هانتوما كيف كتشوفوا راه كنجمعوا غير بصباع يديه باش كنجمعوا، غير باش نجمع العجينه
غير بصبع يديا، ما غاديش نعجنها بحال الشكل ديال الغريبه. هاد العجينه ما كتبغيش تعجن نهائيا، غير كتجمعيها هانتوما، كتحاول غير تحط العجينه على العجينه حتى كتجمع كامله، ونديروها في واحد البلاستيكه ونحطوها حتى هي تاني في الثلاجه على الاقل واحد 15 دقيقه. هانتوما بعد ما جمعتها ودرتها في الثلاجه تقريبا 15 دقيقه، بين ما وجدتني ديك الحشوه اللي غندير. انا الحشوه هنا وجدتها وخليتها حتى بردات، وغادي ناخد دابا العجين ديالي ونسرحو. هنا بالنسبه للحشوه انا هنا درت فيها شويه ديال الكورجيت وشويه ديال الجزر وشويه ديال البصله وشويه ديال الكفته ديال الهدند وبزار وخرقوم والملح وشويه ديال زيت العود شويه ديال الربيع شويه ديال الثومه، وشحرت كل شيء مزيان كيف كتشوفوا. خليتهم تبردوا وغادي نعمر بهم الفطائر ديالنا. وغادي نجيب دابا انا العجينه ديالي غادي نسرحها باش غادي نعمرها. بعد ما حطيتها في الثلاجه بردات حتى هي وارتاحت، راه كتكون بحال الشكل ديال العجينه ديال صابلي. من الاحسن انك تسرحيها بين جوج بلاستيكات، ولا تسرحيها ها كاين في هاد الكاغيط ديال الزبده اللي كان ديال الطياب اللي كنطيبو فيه. الا ما كانش راه بامكانها انك تسرحيها بين جوج بلاستيكات، انا هنا راني حاولت نسرحها فوق الرخامه، ولكن راه كيف قلت لكم الا كانت الرخامه سخونه ولا شي حاجه غتلصق ليا هانتوما كيف كتشوفوا. لهذا غادي نفضل انني نديرها في هاد الكاغيط. انا عندي واحد الميكا كنسرح فيها، كنحطها في الثلاجه وقت ما ساليت منها كنغسلها ونحطها في الفريكو ونطويها ونحطها في الفريكو. واحد الميكا عندي بيضه غليظه شويه، غير دابا انا نسيت وما جبتهاش ملي بديت نخدم نسيت وما جبتهاش. صافي قضيت الغرض بغير بهاد الكاغيط ديال الطياب، حتى هو راه كيخدم مزيان. المهم تتبغي انها تكون مسرحه مزيان لحقاش غندير وحده فوق وحده فيها الخماره حمراء يعني غادي تنفخ شويه. وهنايا جبت هاد المول هو باش كنقطع غير باش نشد به العبار. هانتوما كيف كتشوفوا هذا هو الحجم اللي انا درته فيه. هاد العجينه اللي درت هاد العبار اللي درت انايا خرج ليا خمسة ولا ما عقل سبعة اللي خرج ليا. المهم هو كلشي قدامكم، كلشي غادي كلشي غادي يبان في الفيديو لاني كنت صيبتهم في رمضان فصيبتهم صراحه. عاد غادي نشاركهم معكم لانه كان عامر ليا التليفون كل نهار تنقول اليوم غنصيبهم اليوم غنصيبهم. تقريبا هما اخر حاجه صورتها في هاد سميتو في رمضان، لانه صافي التليفون مبقاش كيصور ليا. وهنايا نسيت ما قلت لكمش، هنايا كندير البيض ديال البيض هو باش كنديرهم، هو باش كندهن الجناب ديالها باش كنلصقهم ملي كنحط داك الحشوه كندهنو بالصفر البيض الصفر البيض بالبيض البيض، وكنبقى نلصق نبرك شويه على دوك الجوانب كيف كتشوفوا. كندور عليها كامله ونحطها فوق داك العجين ونبرك عليها شويه باش كتجي هكاك مقببه. كيف قلت لكم خرجوا ليا خمسه، واحد السته خرجتها غاديك غير بالزز، خرجتها من ديك العجينه اللي بقات داكشي اللي بقى لي في العجينه خرجت منه ديك السته. كنبقى نستمر على هذه الطريقه حتى كنكملهم كاملين.
بعد ما كملتهم كاملين غادي ناخذ واحد الكيردو وغادي نطول داك العود ديال الطياب ديال الشوا. هانتوما كتبركي عليه هنايا في الوسط غير باش تنفس العجينة. وغادي ناخد صفر ديال البيضة، الا كان عندك قهوة سريعة الذوبان ما تقدر تخلطيها معاه، ما كانش كدير معاه غير شوية ديال الخل مع صفر ديال البيضة صافي. وكدهني به العجينة ديالك ودخليها الفران. بالنسبة للطياب راه ما كتاخدش طياب، راه سهلة في الطياب ديالها دغيا كطيب. الا كاع كان الفران سخون راه تقدر تاخد غير هذا غير 12 دقيقة 14 دقيقة كاع، وردو معاها البيرة دغيا كطيب لان فيها الزبدة بحال الشكل ديال كيف قلت لكم بحال الشكل ديال صابلي، راه دغيا ما كتاخذش الوقت بزاف ودغيا كطيب ودغيا زعما دغيا كيشربها في الفران. لهذا الا درتيها في الفران وكان عندك الفران سخون ردي البال معاها. انا عندي الفران ديال الغاز، يعني انا كيف كنديرها كنبقى حاضيه معاها. وانا بحال هاد المسائل ما تنشعلش الفران حتى كيسخن، انا غير كيف كنشعلو كنحط فيه الحاجه، لان الا سخن دغيا غادي يطيب وتقدر تحرق ليا الحاجه. لهذا انا غير كنشعلو كنحطها فيه. مهم كيف قلت لكم بعد ما دهنتهم مزيان بداك الصفر ديال البيض، دابا غادي ندخلهم للفران باش يطيبوا. نتمنى يكون كل شيء واضح في الفيديو. ونعاود ندير هاد الكيردون او العود ديال الشوا، نعاود نديرو باش يتنفسو مزيان. نتمنى تعجبكم هاد الفكرة ويعجبكم هاد الفطائر ديالنا. هنايا بعد ما خرجتهم من الفران ها هما كيف كتشوفوا، راه كياخذوا واحد اللوين زويون كيبري، وصراحه الله راه كيجيو بنان. لا من لاباط ديالهم كتكون بنينه ولا من المذاق لا ديال الحشوه اللي كاينه فيها. تقدروا ديروا اي حشوه انتم بغيتوها، انا غادي نقطع معكم وحده هنايا باش تشوفوها. راه كيجيو مقرمشين صراحه، انا راه باقيين سخان ولكن راه كيجيو زوينين صراحه الله. ما تندموش الا جربتوهم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش كيف ديما في الدعم ديالكم وفي التعاليق ديالكم الزوينين وفي البارطاج ديالكم الا قدرتوا عليه. الا عجبتكم الفكره ديالي عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش في البارطاج ديالكم مع احبابكم والاصدقاء ديالكم. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا ربي، وخليتكم في امان الله وحفظه.